السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن افضل 5 فواكه بيزودوا كتير جدا من ادرار حليب الام المرضعه، فلازم تحافظي على وجودهم في نظامك الغذائي. وزي كل مره قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. كنت عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه عن الاطعمه الممنوعه عن الام المرضعه، وكان من اهم الاطعمه دي الشاي والقهوه والنسكافيه والشوكولاته. وطبعا الامهات اول ما سمعوا الكلام ده عملوا ثوره في الكومنتات، وكان موضوع كبير جدا. ازاي يا دكتور انت عاوز تمنعنا من الحاجات دي؟ يعني احنا هنبقى بنرضع وتعبانين وكمان مش هناخد المشروبات والاكلات اللي بنحبها. وانا بصراحة شايف ان معظم الامهات دول عندهم حق، يعني هم فعلا تعبانين جدا مع الرضاعة وتعبانين جدا مع الطفل. علشان كده خلينا نعدل الكلام شوية علشان نرضي الامهات اللي هم فعلا تعبانين مع اطفالهم. الافضل جدا الافضل جدا ان حضرتك ما تشربيش المشروبات اللي فيها الكافيين، اللي زي ما قلنا الشاي او القهوه او النسكافيه او الشوكولاته او المشروبات الغازيه. لكن لو لازم وحتما ان انت لازم تاخدي حاجه من المشروبات دي علشان بتفوقك شويه او بتساعدك شويه، يبقى ناخد اقل قدر ممكن. يعني كفايه كوبايه واحده في اليوم او فنجان واحد في اليوم، ويا ريت كمان الفنجان او الكوبايه دي تبقى الصبح، بلاش يبقى بالليل علشان الطفل الرضيع يعرف ينام. لكن هقول تاني، لو عرفتي تستغني عنهم تماما ده هيبقى افضل كتير جدا. وبرضو علشان اصالح الامهات اللي بيرضعوا عملت الفيديو ده، هقول لحضراتكم على افضل 5 فواكه بيزودوا ادرار حليب الام. انا عارف ان الموضوع ده هيبقى مكلف على الازواج، هيدفعوا فلوس علشان يشتروا الفواكه دي، لكن معلش خلينا نساعد الام اللي بترضع ونقف جنبها شوية لان هي فعلا تعبانة مع اطفالها. اول الفواكه دي هو التين. التين بيعتبر كنز غذائي كبير جدا، بيحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللي بتزود من إدرار حليب الأم. كمان بيحتوي على ألياف غذائية بكمية كبيرة هتسهل كتير عملية الهضم عندك وهتخليكي مرتاحة طول اليوم. كمان التين غني جدا بالسعرات الحرارية اللي هتخليكي تمارسي نشاطك طول اليوم من غير ما تحسي بالتعب أو الإجهاد بسهولة. لكن بلاش تاخديه بإفراط كبير علشان ممكن يزود وزنك لأن سعراته الحرارية عالية شويتين. فكفاية ان احنا ناخد ثمرة واحدة او ثمرتين مرتين او 3 مرات في الاسبوع، ده هيبقى كافي جدا. النوع التاني من الفواكه الممتاز جدا في ادرار حليب الام هو المشمش. المشمش بيعتبر من اغنى الفواكه بفيتامين الف وفيتامين سي. الاتنين دول مهمين جدا لادرار حليب الام، وكمان مهمين جدا لرفع مناعتك وهيقللوا كتير من معدل اصابتك بالامراض. كمان مهمين جدا لصحه ونضاره البشره، ومهمين جدا لصحه الشعر، وبيقللوا كتير جدا من تساقط الشعر. الامهات اللي بيشتكوا من تساقط الشعر بشكل كبير اثناء الرضاعه، المشمش احد الاطعمه الممتازه اللي هتساعدك كتير في حل المشكله دي. الفاكهه الثالثه الممتازه جدا هي الافوكادو. الافوكادو كنز كبير جدا من كنوز التغذيه، مشكلته ان سعره غالي شويه ومش متوفر في كل الدول، لكن لو متوفر في الدوله اللي انت موجوده فيها وتقدري تشتريه ما تفرطيش فيه. الافوكادو ممتاز جدا، غني بالاوميجا 3، غني بالدهون الصحيه، غني بمجموعه ممتازه من الفيتامينات والمعادن اللي هتزود من ادرار الحليب عندك بشكل كبير، وكمان هيرفع مناعه جسمك، هيحافظ على نضاره بشرتك، وهيحافظ على صحه الشعر، وكمان هيقلل تساقط الشعر وهيزود كثافته. الفاكهة الرابعة اللي معانا هي الموز. الموز احد الفواكه الغنية جدا بالبوتاسيوم، وده هيحافظ على صحة القلب عندك وهينظم ضغط الدم. كمان الموز غني بمجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، هيزود ادرار الحليب عندك وهيحافظ على صحتك بشكل كبير جدا. الفاكهة الخامسة اللي معانا هي البرتقال. البرتقال ممتاز جدا لانه غني بالسوائل، كمان غني جدا بفيتامين سي وفيتامين الف، وزي ما قلنا الاتنين دول ممتازين جدا لزيادة ادرار حليب الام، وكمان هيرفعوا مناعتك بشكل كبير جدا. كمان البرتقال غني جدا بالالياف الغذائية، هيحسن عملية الهضم عندك وهيخليك مرتاحة. دول كده افضل 5 فواكه ليهم مفعول ممتاز جدا في زيادة ادرار حليب الام. يتبقى معلومة اخيرة مهمة جدا، اي ام مرضعة لازم تشرب سوائل بكمية كبيرة جدا على مدار اليوم. السوائل دي هتبقى مية، هتبقى شربات، هتبقى عصاير طبيعية، علشان السوائل مهمة جدا لزيادة ادرار حليب الام. يعني حضرتك لو بتاكلي كويس جدا وما بتاخديش سوائل كويس،
فالحليب عندك مش هيزيد. علشان الحليب يزيد لازم جنب التغذية الصحية يكون فيه شرب سوائل كتير جدا. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.